مشاهدي قناة على فكرة، سلام الله عليكم. في فيديو اليوم سنتعرف على دلالة قبلة اليد، لكن قبل الخوض في تفاصيل الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب. على بركة الله. يختلف تفسير كل قبلة، فلكل نوع منها معاني مختلفة عن غيرها من القبل. فتقبيل اليد هي بادرة اجتماعية تدل على الاحترام والإعجاب والتقدير، كما تشير أيضا إلى الوفاء والإخلاص، وفي حالات أخرى يعتبر تقبيل اليد إشارة للإدلال والعبودية. يعبر تقبيل اليد على احترام الأنثى وإجلالها وتقديرها، وهي عادة كان يقوم بها الرجال قديما للسيدات خاصة من النبلاء. أما حاليا فيقوم الرجل بتقبيل يد الأنثى غالبا كتعبير عن الحب والرومانسية، وأيضا كوسيلة لنقل المشاعر. أما تقبيل يد الأشخاص الكبار في السن خاصة الأقارب كالوالدين والأجداد تعبيراً عن الاحترام الكبير والمكانة الغالية لهم. بدأت عادة تقبيل يد السيدات بين القرنين 17 و18، والتي لا زالت تمارس حتى اليوم في بعض أنحاء أوروبا، حيث كانت السيدة تمد يدها للرجل من أجل تقبيلها، ويعتبر الرجل وقحاً إذا رفض أو تجاهل تقبيل يد السيدة. إلى هنا فقبلة اليد لها دلالات كثيرة حسب الشخص أو الموقف كذلك. إذا نال الفيديو إعجابك لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.